بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شرحنا في التراسس كانترودكشن سريعة عن أنواع التراسس وأشكالها وليه أصلا فكرة التراس عملناها، وكمان شرحنا إزاي نجيب زيرو ممبرز أو نعرف إزاي زيرو ممبرز من اللي مش زيرو ممبرز في الحالات دي كده اللي هي الحالتين دول. هنشرح بقى النهاردة أول مثال على تراسس، فكرة بسيطة جدا بس تعرف تنفذها على باقي التراسس الكبيرة. عندي تراس بالمنظر ده كده سبورتنج هنا وهنا، هنا في هنجل وهنا في رولر سبورت ومديني المسافات دي. اول حاجه دايما بنعملها ايه في التراسز؟ اسيوم ايه ستيب 1 كده، لو نمشي ستيبس اسيوم ايه بقى؟ الدايركشن اوف فورسز. دايركشن اوف فورس يعني ايه دايركشن اوف فورسز؟ زي ما قلنا كده في اول خالص شرح الكورس ده في شرح اللينك ممبر، قلنا لو هو اللينك ممبر ده بيبقى اوله مفصله واخره مفصله، لو انا فرضت الفورس بالمنظر ده يعني انا كده ضاغط على الجوينتس، يبقى ده طبعا ايه كومبريشن. ولو انا عملت الفورس بالمنظر ده يعني انا عملت شد على الجوينت يعني ايه عملت تنشن. فخد بالك بقى احنا دايما او في الغالب بنفرض اول فرض لينا ان في تنشن فورس في الايه في كل اللينك ممبرز، فانا عامل كده اهو ومسمي كل الفورس. طبعا التسميه مش فارق معايا في اي حاجه، تمام؟ هو لو مش جايب لي بس التسميه بتاعت النقط مش هيفرق معايا اي حاجه. فانا اول حاجه بسمي النقط نفسها وبسمي ايه الممبرز وبعمل اتجاهها تنشن في فرض الاولاني، وطلع طبعا لو تنشن وطلع في الاخر الرقم ده بالسالب بقول له عكس الفرض يعني طلع ايه طلع كومبريشن، تمام؟ يبقى ده ستيب 1 بالنسبه لي اسيوم الدايركشن اوف فورس، تمام؟ رقم 2 قبل بقى ما اخش واقطع في التراس واعمل الطرق بتاعه الحل اعمل ايه؟ اجيب الاكسترنال رياكشنز. اجيب الاكسترنال ايه رياكشنز. فانا مثلا عايز اجيب الرياكشن هنا كده عندي 10 طن و10 طن في الاتجاه ده، فعكسهم على طول لازم يطلع على السبورت الهنجد 20 عشان يبقى ايه في ايكوليبريم على طول من غير حسابات. هنا نفس الكلام، عايز اجيب الاكس هنا سيجما مومنت، هنا اعرف اجيب الايه الواي دي او الاكس بقى دي اللي هي حسب رسمه السبورت. فدي طلعت كام؟ طلعت على طول بقى الواي 2 هنا نقطه 2 ب 40 في الاتجاه ده، والواي 1 في الاتجاه المعاكس طلعت ب 40 عشان برده يحصل ايكوليبريم. فانا كده اول حاجه عملت الاسيوم الدايركشن بتاع الفورس الداخليه، رقم 2 جبت اكسترنال فورس او رياكشنز، تمام؟ تالت حاجة خش بقى على المسألة ونحل التراس. أول خطوة عشان أحل التراس بدور على إيه بقى؟ بدور على الزيرو ممبرز. ليه؟ إحنا قلنا كده في الإنترودكشن إن ممكن يكون مسألة مليانة ممبرز وتلاقي تلات أرباعها أصلاً زيرو ممبرز والمسألة تصفصف على إيه؟ على تو ممبر ولا حاجة. تمام؟ فأنا ببص الأول على إيه؟ على الزيرو ممبرز. طيب نبص على المسألة بتاعتنا كده ونفتكر حالات الزيرو ممبرز. قلنا الزيرو ممبر ليهم حالتين، نراجع كده مع بعض. ليهم حالتين، الحالة الأولانية لو عندي تو ممبرز مع بعض ومفيش أي فرصة عليهم، الحالة الثالثة أو الثانية بقى لو كان عندي تو لينك ممبر على استقامة واحدة وفي ممبر خارج منهم. تمام؟ طيب هل الكلام ده موجود عندي هنا؟ بص كده دور على الممبرز اللي فيها تو لينك ممبر وما لهاش مثلا فورس، هل في؟ أنا عندي هنا ثلاثة. عندي هنا اثنين بس في فورس، عندي هنا اكتر من ثلاثة، عندي اربعة، نفس الكلام هنا عندي ثلاثة. طب هنا عندي تو ممبرز، خد بالك كمان ان في فورس في اتجاه واحد منهم، يعني لو خرجنا الجوين دي بره شوية كده اهي، هنا كده كان في سبورت هنج رولر قصدي، وهنا كان في 40 وكنا فارضين هنا اف 4 وفارضين هنا اف 5. هنا كده بص معايا في الاتجاه ده في فعلا فورس عامله لها 40 طن، انما هنا مفيش اي فورس خالص، فاف 5 على طول بكام بقى؟ يبقى اف 5 على طول بزيرو. يبقى انا كده جبت اول فورس على طول كده، جبت اف 5 بزيرو. طب تاني حاجه بنفس الشكل بالظبط، اف 4 على طول بكام؟ بماينس 40، صح ولا ايه؟ سيجما اكس بيساوي صفر، 40 في اتجاه ده بلس اف 4 في نفس الاتجاه بيساوي صفر، اف 4 على طول طلعت بكام؟ بماينس 40، يعني المفروض عكس الفرض يعني على طول ايه؟ كومبريشن. يبقى انا كده جبت كام؟ جبت 2 ممبرز على طول كده.
من فكره الزيرو ممبرز على طول عرفت ان في زيرو ممبر واحد اللي هو اف 5 والاف 4 هنا اللي هي على طول في الفورس اللي هي 40 عامله لي كومبريشن على الممبر ده فجبت 2 ممبرز. طيب ركز بقى، في اي لينك في زيرو ممبرز تاني؟ لا، قلنا خلاص مفيش الا زيرو ممبر ايه؟ واحد. طيب فكر بقى في التو ميثود بتوع ايه؟ بتوع حل اي تراس اللي هو ايه؟ اللي هو يا اما جوينت يا اما ايه؟ يا اما سيكشن. طيب هنا في المساله دي لو فكرت شويه هتلاقي ان انت ممكن تحل جوينت لو هو طالب كل الفورسز اللي موجوده في التراس، وممكن تحل سيكشنز سيكشن ميثود لو هو طالب فورسز معينه. هنفهم الكلام ده دلوقتي. انا دلوقتي لو عندي عايز احل كل الفورسز بتاع الايه التراسز ده هستخدم الجوينت مثلا، هات كل جوينت بره وهات الفورسز اللي عليها وحلها. احنا خلاص جبنا ايه، خدنا الجوينت رقم 2 وجبنا الفورسز اللي عليها. طيب هات مثلا الفورس او النقطه اللي هي رقم 1 اللي هي يا باشمهندس اخترت النقطه دي على طول زي دلوقتي اللي انت عارف اف 5 فيها. بقى عندك 2 ممبرز، واحد افقي واحد مايل. فك ده تفكير كده اولي، لو جبت سيجما اكس على طول في النقطه دي اعرف اجيب النقطه ايه او اعرف اجيب الفورس ايه دي. تمام، نفس الكلام لو قلت سيجما واي اعرف اجيب اف 2 وهكذا. فنخرج الايه الجوينت دي كده بره، ادي الجوينت هنا كده كان في اف 5، هنا كده كان في اف 2، نفس الكلام هنا اف 1، وفي فورس خارجيه هنا كده اسمها 20 وكده 40. ده كده جوينت اسمها ايه بقى؟ دي جوينت 1. طبعا وانت ماشي بتسمي الجوينتس عشان ما تتلخبطش. تمام، طريقه الجوينت بتستدعي ان انت تجيب ايه؟ ان انت تجيب حاجه اسمها سيتا، زاويه هنا او هنا حسب ما انت عايز طبعا. تمام، فانا مثلا جوينت 1 جبت لها انو سيتا، جبت السيتا دي. حلو؟ تمام، خش لو جبت سيجما اكس عندك كم معادل؟ عندك كم انون؟ سيجما اكس اف 1 بلس اف 2 كوزاين ايه؟ كوزاين سيتا ماينس منها 40 بيساوي صفر، صح كده؟ عندي 2 انون. طب سيجما واي هتفيدك في حاجه؟ اكيد هتفيدك. اف 5 دي بلس اف 2 ساين سيتا ماينس ايه؟ 20. طيب يا باشمهندس خد بالك هي مش اف 5 دي احنا كنا اصلا قلنا ان هي بزيرو اهي. حلو، يبقى على طول اف 2 اعرف اجيبها. اف 2 طلعت بكام بقى يا باشمهندس على طول؟ طلعت ب 33.34 طن، وبعدين طلعت بوزيتيف يبقى هي ايه؟ يبقى هي تنشن، يبقى انا كان فردي مظبوط. طب اف 1 نرجع بقى بالمعادله دي كده اعرف اجيب اف ايه؟ اعرف اجيب اف 1. فطلعت اف 1 بكام بقى يا باشمهندس؟ طلعت اف 1 معايا ب 13.33 برضو بوزيتيف تبقى ايه؟ تبقى تنشن. يبقى تاني لما انا فكرت في الجوينتس فكرت ازاي؟ بنقي الجوينتس اللي فيها اقل فورسز مش معلومه عشان اعرف اجيب الفورسز اللي ايه؟ انون. تاني بنقي الجوينتس اللي فيها اكتر فورسز معلومه عشان اجيب الفورسز اللي انون فيها. فانا اخترت هنا الجوينت مثلا رقم 1 لان انا عارف اف 5 ان هي بزيرو، واف 1 واف 2 لو انا خدت سيجما واي اعرف اجيب اف 2 لوحدها، ولو خدت سيجما اكس اعرف اجيب اف 1. تمام؟ يبقى انا كده جبت كام؟ جبت 1 2 3 4، جبت 4 فورس لغايه دلوقتي. طيب نفكر تاني برضو بطريقه الجوينت. لو فكرنا في الجوينت رقم 4 دي، ده تفكير برضو اولي، عندي كام لينك؟ 1 2 3 4. مش معقوله خالص تنقي الجوينت دي دلوقتي لانك هجيب لك معادلات وفيها مجاهيل كتير. طب لو بصينا على جوينت رقم 5 فيها 2 فورسز بس او 2 لينك بس وفي اكسترنال فورسز. طب لو خدت فيها سيجما واي مش هعرف اجيب اف 6، ولو خدت سيجما اكس هعرف اجيب اف 7. هو ده التفكير في المساله قبل ما ابدا فيها. فانا نفس الكلام ده هنفذه بالظبط. جوينت 5 خرجها بره بس عشان ايه؟ تعرف تحلها على طول. ادي النقطه 5 اهي، خارج منها 10 وهنا اف 7 وهنا اف 6. تمام، وهنا كده في سيتا او الفا او اي زاويه، طبعا بتجيبها من الشكل احسن مثلثات. ده كده مثلث اهو، عايز تجيب السيتا دي مقابل على مجاور او اي حاجه تعرف تجيب ايه السيتا دي. خش بقى على اكس سيجما اكس وسيجما واي، هي دي المعادلتين اللي بستخدمهم في الجوينت ميثود، سيجما اكس وسيجما واي. طيب هو انا لو بدات بسيجما اكس
صح ولا لما ابدا بسيجما واي الاول؟ سيجما اكس طبعا هيجيب لي اف 6 واف 7 انون في معادله واحده، انما سيجما واي هيجيب لي اف 6 بس، فده ابدا بيه احسن. فاف 6 ساين سيتا ماينس منها ال 10 بيساوي صفر، اعرف اجيب اف 6 بكام؟ فطلعت معايا اف 6 على طول بكام؟ ب 16.67. بالحسابات طلعت 16.67. فدام طلعت بص بتبقى ايه؟ تنشن، يبقى فرضي صح. طيب نرجع لسيجما اكس بيساوي صفر، اعرف اجيب اف 7؟ تمام، اف 7 زائد اف 6 كوزاين، مفيش اي فورس في الاكس تاني خلاص، يبقى اعرف اجيب اف 7 من هنا. اف 7 طلعت بكام؟ طلعت اف 7 معايا بماينس 13.33. ما دام طلعت ماينس تبقى ايه؟ يبقى كومبريشن. تمام، يبقى انا كده جبت كمان تو فورسز. نرجع للمساله تاني، انا خلاص جبت ايه بقى؟ لو حابب تشخبط على الايه الفورسز اللي انت جبتها عشان ما تلخبطش، انا جبت اف 7 واف 6 واف 5 واف 4 وجبت ايه كمان؟ جبت اف 1 وجبت اف 2 صح كده ولا كام؟ 1 2 3 4 5 6، انا جبت 6 فورسز، 1 2 3 4 5 6، يبقى فاضل لي كام فرصه يا باشمهندس؟ فاضل لي اف 3 بس. طيب انت حر بقى لو استخدمت الجوينت دي صح ولا استخدمت الجوينت دي صح. نستخدم اسهل جوينت اللي هي جوينت رقم 3. استخدم اسهل جوينت اللي هي جوينت رقم ايه؟ رقم 3. جوينت 3 تمام، ادي الجوينت عندك اف 1 هنا واف 3 هنا واف 5 او اف 6 هنا اهي، اف 6 واف 3 واف 1. طبعا عندك الزاويه دي بقى تعرف تجيبها على طول. طيب الاسهل بالنسبه لي ابدا بسيجما اكس ولا سيجما واي؟ طبعا انا عندي عايز اف 6 دي معايا واف 1 معايا، فعلى طول اخد سيجما واي. سيجما واي بيساوي صفر، اعرف اجيب اف 3. اف 3 بلس اف 6 كوزاين السيتا ومفيش اي فورس خارجيه، يبقى خلاص اقفل ايه؟ بيساوي صفر، واعرف اجيب اف 6 سوري اف 3 على طول من هنا، فطلعت معايا اف 3 بماينس 10.002. طبعا الكلام ده دقه شويه، الكلام ده دقه شويه، هيطلع معاك لو انت بتقرب على طول ارقام هيطلع معاك ماينس 10 وخلاص، مش فارق الكلام ده صح طبعا. ماينس يبقى ايه؟ يبقى كومبريشن. خد بالك وانا بجيب الفورسز لازم ابين الرقم والاشاره واكتب في الاخر هو تنشن ولا كومبريشن. لو ما كتبتش كومبريشن بتنقص نص درجه، لو ما كتبتش الاشاره بتنقص درجه كامله، لانك عملت حاجه غلط. يعني مثلا لو كانت ماينس 10 دي هي فعلا اف 3 بكومبريشن فماينس 10 وانت كتبتها 10 بس يبقى انت عملتها تنشن تمام، درجه كامله نقصتها. خد بالك. طيب يبقى انا كده خلصت كام فورس في التراس ده؟ هو كان تراس سهل شويه والفورس فيه قليله، فانا خلصت كل الفورس اللي عندي. استخدمت طريقه ايه؟ يمكن طريقه تعتبر عقيمه شويه لانها بتضيع وقت، اللي هي طريقه الجوينت. انا باخد كل جوينت واستعملها واجيب الفورس اللي فيها. افرض يا باشمهندس ان انت بقى ما كانش مطلوب منك اصلا تجيب كل الفورسز دي، مطلوب منك شويه فورس سبيسيفيك شويه. يعني ايه؟ يعني افرض مثلا ان انت كان عندك مطلوب اف 1، خلينا نكتب كده، كان مطلوب اف 1 بس، اف 1 بس اللي هي دي، واف 4 بس، واف 7. افرض كده ان انت كان مطلوب الثلاثه فورسز دول بس، وانت قعدت تحل كل المساله دي وكل الفورس دي عشان تجيبهم في الاخر، مش كده تضيع وقت؟ طبعا تضيع وقت. فانت في بقى طريقه ثانيه اسمها السكشن ميثود اهي، انا ما استخدمتهاش لسه لغايه دلوقتي، دلوقتي حان بقى ان انا استخدمها. ليه؟ طريقه السكشن ميثود ان انا بقطع وبفصل المكان ده واخد سيجما مومنت عشان يقلل لي سيجما مومنت عند بوينت تقلل لي الفورسز اللي عندي ويبقى عندي فورس انون واحده عشان اجيبها. تاني فكره السكشن ميثود، بقطع في التراس وشرط اساسي اقطع بايه؟ بكامل التراس. شرط اساسي يعني ايه؟ يعني انا اكني جبت سكينه كده وقطعت التراس بالكامل، يعني السكينه عدت من اول التراس لغايه اخر، ما ينفعش يا باشمهندس تعدي لي وتقول لي انا قطعت كده. دي مش سكشن ميثود، دي كده جوينت ميثود. خد بالك كده، انا فعلا لو قطعت القطعه دي هتبقى جوينت ميثود، انما السكشن ميثود اللي لازم اقطع في كامل الايه؟ التراس. طيب تاني، انا ليه اتجهت دلوقتي للسكشن ميثود وبتكلم فيها ان هي اسهل وبتسرع في الوقت؟ افرض عندك ان انت كان عايز اف 1 بس مع اف 4 مع اف 7، مش عايز كل الفورس الباقي، فانت تضيع وقت لو قعدت تجيبهم، وهو اكيد مش هيعمل لك حساب في الوقت بتاع الامتحان لان انت تجيبهم اصلا. فخد بالك،
تمام. طيب فكر تفكير بقى بتاع سكشن ميثود، ازاي اجيب اف 1 واف 4 واف 7 بالسكشن مش بالجوين؟ انا لو قطعت قطعه كده، يعني ايه قطعت قطعه كده؟ يعني انا فصلت التراس من هنا كده لجزئين، ايه اللي هيظهر معايا؟ هيظهر معايا اف 4 واف 2 واف 1. خد بالك ان اف 1 واف 2 بيتقابلوا في نقطه، لو خدت سيجما وانت عندها اعرف اطير الفورسز دي ويبقى فاضل لي اف 4 بس اعرف اجيبها. ده التفكير. يبقى التفكير تاني، باخد سيجما وانت عند بوينت بيتطير لي اكتر عدد من ايه؟ من الانونز عشان اعرف اجيب واحد بس انون. يبقى انا فكرت في القطعه دي لان انا عندي اف 1 واف 2 واف 4 مشترك او هيتقطعوا هيبانوا في نقطه كده مشتركين فيهم اف 1 واف 2، لو خدت سيجما وانت عندها اللي هي نقطه واحد اعرف اجيب اف 4 على طول. هو ده اللي هيتنفذ بالظبط. لو قطعت القطعه دي كده سكشن ميثود، قطعت القطعه دي يبقى هفصل فصله كامله. خد بالك لازم ترسم لنفسك كده رسمه عشان ما تتلخبطش. والحاجه اللي انا ما قطعتش فيها الفورس بتاعها مش هبان. تاني الحاجه اللي انا ما قطعتش فيها الفورس بتاعتها مش هبان، يعني انا قطعت كده اهو فالفورس في اف 5 مش هبان اصلا فملهاش اي لازمه. ده كده اف 1، ده كده اف 2، ده كده اف 4، وده كان عندي 40 و20 وكام؟ و40. انا بقى بقول ايه؟ بقول انا هشترك اف 1 واف 2 دي في نقطه واحده اسمها 1، فاقول سيجما مومنت اباوت 1 بيساوي 0. دول كده طايرين لانهم مشتركين او داخلين في النقطه دي. اف 4 بس اللي مجهوله او مش داخله في المعادله او مش داخله في النقطه، يبقى اف 4 دي مضروبه في المسافه بتاعتها اللي هي هايت التراس كان 3 متر يبقى في 3. وبعدين في بقى كمان فورس 40 اهي، يبقى بلس 40 في 3 يطلع في الساف في الاخر كام؟ يطلع اف 4 دي بماينس 40 وطلعت كومبريشن. طب ما تراجع معايا كده، هي فعلا اف 4 بالجوينت ميسو كانت ماينس 40 اهي، انا كنت جايبها فعلا اف 4 بماينس 40 كومبريشن. يبقى انا بالطريقتين لازم يطلعوا في الاخر نتائج مظبوطه، ما ينفعش تطلع دي نتيجه ودي نتيجه. تمام. طيب يبقى انا كده جبت اف 4. طب عايز اجيب اف 1 كمان بنفس السكشن، بنفس السكشن. لو انا خدت نفس السكشن ده بس خدت المره دي بدل ما اخد السكشن ده وارسم الجزء الشمال، خدت نفس السكشن ورسمت الجزء اليمين وهو ده اللي يهمني. يعني ايه؟ يعني انا هاخد نفس السكشن كده بالظبط اهو، بس هاخد بقى الجزء الايه؟ اليمين بالنسبه لي. ادي يا عم السكشن، وهنا كان في 10 وهنا في 10. هنا كده ظهر لي اف 1 واف 2 واف كام؟ واف 4. لو خدت سيج مومنت عند النقطه دي طيرت لي اف 2 واف 4، صح كده؟ تمام. نفس الكلام بقى اهي، نفس الكلام بيتعاد تاني. سيجما مومنت عند 2 بيساوي صفر، اعرف اجيب اف 1. فاف 1 طلعت لي برضه ب 13.33 شد. ارجع كده للمساله من اولها، هي اف 1 فعلا طلعت لي 13 ولا لا؟ هي اف 1 فعلا طلعت لي 13 ولا لا؟ اهي بالجوينت ميثود 13، يبقى انا مظبوط تمام. طبعا انا ما بشيكش على نفسي في الامتحان بقى بالجوينت ميثود والسكشن ميثود، لا خالص، انا بحل واحده بس. تمام. فاضل لي كده ايه بقى؟ فاضل لي الاف 7، فاضل لي الاف 7. طيب عايز اف 7 دي، لو قطعت سكشن تاني اهو سكشن كده هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي حاجه بالمنظر ده، ودي ايه؟ مقفوله ما فتحتش فيها خالص، وهنا اف ايه؟ 7. اف 7 واف 3 واف 1. طيب انا عندي اف 3 واف 1 واف 7. اف 1 دي انا جبتها بالسكشن ميثود مش بالجوينت، انسى خالص الطريقه الاولانيه. تمام. طيب هو انا لو خدت سيجما مومنت عند بوينت 3 اللي هي دي، مش طيرت الاف 3 والاف 1؟ تمام. واعرف اجيب اف 7، يبقى فعلا صح سيجما مومنت حوالين 3 بيساوي صفر، اعرف اجيب اف 7. تمام كده. المره الجايه باذن الله هنحل بقى مساله كبيره شويه اللي هي اسمها ايه بقى؟ اللي هو النوع الثاني من التراسز اللي هو الكي تراس. تمام كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.